بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حنتكلم عن موضوع الصحبة أو الصداقة أو القرناء على قولهم. طيب، الإنسان لا بد له من أصحاب ولا بد له من زملاء. طيب، والإنسان ما يقدر يعيش لحاله بطبيعة الحال، لكن اختيار الأصحاب من أهم الأشياء اللي تساعدك على تطوير الشخصية. مثال، لو أنت صاحبت ناس بس مضيعين أوقاتهم في الرايح والجاي على الفاضي، يعني مثلا يروح يدور بالسياره بالساعتين بالثلاثه بس وانت جالس معاه، صاحب يوديك كازينو، صاحب يوديك كافي ومو لشيء مفيد لشيء مبل. المهم، خذ على النقيض، لو انت صاحبت ناس من اصحاب الهمم، اصحاب الهمم العاليه، ناس تروح مكتبات، ناس تقرا، ناس تبحث، ناس، طبيعه الانسان انه يغير. طيب، انه يغير. فانت لو صاحبت مجموعة من الناس بهذه الصفة، حتجيك تساؤلات، حتقول في نفسك أنا ليش، طيب إيش الفرق بيني وبينهم؟ ليش أنا أقدر أسوي زي كذا؟ فسبحان الله يشدونك، لأنه هذا يتكلم عن كتاب، وهذا يقول لك قرأت كتاب، وهذا يقول لك أنا سويت كذا، وهذا يقول لك حاولت أبتكر فكرة، وهذا يقول لك أنا قرأت المخترع، وهذا يقول لك أنا قرأت في سيرة كذا. فسبحان الله، مصاحبة أصحاب الهمم ترفع همتك. عشان كذا باختصار، حاول إنك ما تصاحب أي شخص. تقول ولاحظ كم ضاع من عمرك مع أصحابك، حتى لو كنت تحبهم وقدرهم وعزهم وسلم عليهم وقابلهم وكل شيء، بس خلي حدود. إذا كانوا من الأصحاب اللي يضيعون الوقت، خليك معهم على اتصال، قابلهم مرة واحدة، مو الشهر كله أنت معهم. معلش أنا ما أقول لك لا تقابلهم، لا، قابلهم، معهم الناس بالتي أحسن. لكن إذا أنا أعرف أن صاحبي هذا وجودي معهم مجرد مضيع للوقت، يعني دائما وقتي ضايع أنا غير مفيد، خلاص أقلل المشي معه. النقطة الثانية، إنه انت لا تجامل نفسك، يعني لا تجامل على حساب نفسك، تجامل اصحابك. اصحابك مثلا عندنا في مجتمعنا، يا شيخ بلا دراسه بلا مذاكره بلا ما ادري ايش قلعت وبلا تقرا، احنا ما صدقنا مغلق من الدراسه. لا، ابعد عن الناس هذول، ابعد مره، ابعد. هو يسوي نفسه انه فاهم، هو اصلا في قراره نفسه ما عنده شيء يسويه. صاحب الناس اللي اما في ذكر، حلقات ذكر، او صاحب ناس قارئ القران، صاحب ناس قارئ الكتب، صاحب ناس افكارها عاليه، همها عاليه. ليش؟ لانه لو صاحبتهم لمده شهر حتلقى مستواك ارتفع ارتفاع يعني مو بسيط. فعشان كذا صاحب اصحاب الهمم مبعد، واترك المجاملات، ضاع من عمرك الكثير. اغلب الناس يقول لك قل لي من تصاحب، اقول لك من انت. يعني اذا انت تصاحبني مثلا واحد حق مخدرات، ايش بتكون في الغالب؟ حتى لو ما كنت تستخدم مخدرات، حتكون منظر للشبهه. اذا كنت انت مصاحب ناس طلبه علم وكذا، حتكون على قولهم، حتكون معاهم حتى لو ما كنت تقرا، حينظروا لك نظرة طالب العلم على الأقل، هذا أضعف الإيمان. عشان كذا اترك المجاملات وعيش بواقعية وصاحب أصحاب الهمم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.